13 سنة أو أقل، كنت بدورة طبعا مع أخوي حسن. أخوي حسن كان دايما على طول إنه بالبيت بيشجعنا، وكان في كاميرا، في كاميرا قديمة طبعا حبيتها، وهذه الكاميرا هي ظلت معي. وبعد ما توفى أخوي حسن كنت بصف ثامن تاسع بالهلال الأحمر، طلبت من المديرة أني أكون بمهنة التصوير، وأخذت كثير تدريبات ونجحت طبعا هالمجال. لما كان عمري 4 سنين، طبعا قبلها أنا ما كنت بعرف شو معنى الصوم وكيف، كانوا أهلي بينادوا علي وأبوي كان بيعصب إني ما برد عليه، ما كانوا يعرفوا شو معنى الصوم، ولا حتى أنا ولا حتى العيلة، ما بيعرفوا الإشارات، ما بيعرفوا الرموز الإشارية. علموني كثير نطق الكلمات، كثير أخذ وقت، وكنت أروح على المدرسة الإسلامية الهدف إني أتعلم نطق. كبرت وأنا مش عارف إن ليش أنا دايما بهالمحيط، إن دايما بعزلة. لما أخوي توفى تبدلت المفاهيم عندي، وكان في كثير ناس بيسمعوا بمحيطي إن ليش أنا بروح على المدرسة الإسلامية وبعدين انتقلت على الهلال الأحمر. فالتقيت بكثير ناس بيحكوا إشارات وأنا مش عارف شو السبب. التقيت بمعلمتي أنجي وكمان أسمهان، وشرحولي إن إيش معنى صم. إن أنجي هي كانت صماء وعلمتني وعرفتني شو معنى الأصام وليش لازم نتعلم إشارة. كمان كان في بكى كثير ولازم إني ما أبكي، عرفتني إني لازم أكون قوية وقيادية، وحقنا كصم إننا نستخدم لغة الإشارة. في احيانا كانوا اهلي بتعاملوا طبعا بلغه الاشاره، ان احيانا ببلبس سماعه، بس كان في تشويش، في صوت لما يحكوا لي هناء ما كنت اعرف، كنت دائما ابكي، وابوي وامي كانوا دائما يحكوا لي لازم تصبري تصبري، لبين ما انا كبرت وتغيرت كل المفاهيم. ثقتي بنفسي والزعل والغضب اللي كان تبدل اشي ثاني، لان امي كمان دائما تحكي لي لازم تكوني على ثقة أن الله سبحانه وتعالى رح يعطيك الأفضل. بالمدرسة الإسلامية كنت أنا وأختي هبة بصف سابع، طبعا ما كان في صفوف أعلى، فدايما الناس يحكوا لنا خلوهن بالبيت، ولكن أبوي كان مصر أن نكمل تعليمنا. انتقلنا للهلال الأحمر، وكان الفكرة الأساسية أنه ممكن تكون هناء، ما هي ممكن ما تكمل تعليمها مثل هبة، لأنها كانت هبة كثير شاطرة أشطر مني. فأنا بكيت وحكيت إن أنا ما بدي المدرسة الإسلامية، خاصة أنا كان في التركيز على النطق كثير. فانتقلنا للهلال الأحمر. هبة أختي كانت نفس الكتب اللي هي الدراسية، نفس المنهاج الحكومي، كنا متعودين على منهاج أسهل، وكان في صعوبات كثير تحديناها وكملنا وتخطينا مرحلة التوجيهي ونجحنا بكل سهولة أنا وأختي. أول ما أنهيت التوجيهي قررت أني أدخل جامعة بيرزيت، لكن الكل كان بيحكي لي أن الدراسة ببيرزيت صعب. كنت أحكي بدي إعلام، فأبوي وكمان هبة حكوا لي لا أنه صعب كثير. فأنا كنت هدفي وطموحي أني أكمل. رحنا 12 شاب وصبية صم على بيرزيت، حكوا لنا طبعا على التسجيل، حكوا لنا أنه صعب أنتوا كصم تدرسوا ببيرزيت. فأمي وأبوي فكروا لي أنه ممكن أروح على الطيرش وأدرس تجميل. طبعا تجميل أنا
حكيت لهم شكرا كثير، ما رح أخذ إشي أنا ما بحبه. كان في صبيتين بكلية فلسطين وقتها اللي هي ماريانا وعزة، كانوا بيخوضوا الدراسة وكان في تحديات كثير جربت. طبعا في ناس كيف أنت حكيتي إن في سم كثير بيبطلوا وبينسحبوا من العملية الدراسية، ولكن أنا كملت الفصل الأول، كان في صعوبات وكان في مواد رسبت فيها ونجحت بالآخر. طبعا بعد السنتين إن كان في رسوب وكان في أساتذة يستصعبوا إني أنا صماء، وكان في صحبات اللي دايما بيحكوا لي إن لازم نتحدى، وأنا قررت أتخرج. وأنا كان دايما في محاولات وفي محاولات محاولات انتهت بالنجاح وبالتخرج الحمد لله. ودايما عيلتي كانت تشجعني إن أنت قوية، ما تستسلمي للتحديات، الفشل مش لازم يكون هو الإشي الأساسي، لازم يكون في ثقة في دعم وفي نجاح. كثير توجهت لأماكن، طلبت إني أتوظف، كان في كثير صعوبات. أحياناً كانوا مثلاً بيعرضوا علي إني بالKFC أشتغل، واتصلت طبعاً، اتصلت أسمهان إنه تعالي في وظيفة حكومية بالديوان. قابلنا رئيس الديوان أبو زيد، من أول جلسة سألني عن طموحي وحكى إنه هو مع توظيف السم. وطبعا كانت فرحتي كثير كثير كبيرة، فكرت انه ممكن يكون الكلام مزح، بس بالاخر الحمد لله يعني بعد المقابلة المترجمة اللي كانت معنا روحت واحنا ضلينا واشتغلت. بحب التصوير، وإن وظيفتي الحكومية ما أثنتني عن التصوير، كنت في كثير مخيمات في كثير نشاطات إن لحالي. طبعا أمي دايما كانت تحكي لي روحي وتشجعني، وكانت كمان في صديقاتي ماريانا، وكملت شغل وكثير حفلات حضرتها، وكمان كان في عندي جلسات تصوير مع الأطفال بالنساء حوامل، وكثير صم بيطلبوا إن أكون معهم. أحيانا في ناس بيحكوا إن في صعوبة بالتواصل مع السم كوني صماء، مصورة صماء. أختي رؤية هي دايما بتكون معي بتساعدني، وأحيانا بيكتبوا للناس وما في أي صعوبات. نفسي ألف العالم بكاميرتي، وكل العالم يكون مثل قاموس مصور، إني أثبت للعالم إن الصوم نفس أي شخص ثاني، وأكون فخورة بهالشيء.